مرحبا بكم وحياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين في جولة صحفية في صدى الأقلام. نرصد في هذه الجولة أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية. نبدأ مشاهدينا الكرام من مقال الكاتب أحمد عبد الرزاق في صحيفة المدى عن الفساد في العراق وتدمير مستقبل العراقيين. جاء فيه: علينا التمييز والتشخيص الدقيق بين أخطاء أو خطايا ترتكب في أبنائه وفئات بلدنا الذي يستمر وتستمر معه هذه المشكلة. يستمر أبناؤه وفئاته الهشة المحرومة والفقيرة جدا، بل وحتى ما يعد طبقة وسطى، في العيش في ظل أشكال وصور من المعاناة الإنسانية تجسدها تحديات وجودية أمنية، اقتصادية، اجتماعية، خدمية، تعليمية، صحية وغيرها، تحتاج إلى معالجات استثنائية، إذ دونها سندور في حلقة مفرغة تماما، عمادها حسن النوايا وعدم تقبل أن ما حدث أو يحدث هو بالفعل خطايا أكثر منها أخطاء، لأن الأخيرة من اليسر معالجتها، أما الخطايا الأكثر شيوعا من الأخطاء فتحتاج إلى نظرة ورؤية استراتيجية تشخيصية معمقة قبل معالجتها بصورة شاملة وجذرية. إن صراعات التكتلات والأحزاب والشخصيات النافذة على المغانم السياسية والاقتصادية والمالية لم تعد قضية لا يمكن فهمها خارج سياق عملية سياسية في مظهرها العام أخذت شكلا ديمقراطيا برلمانيا تتداوله دول عدة في العالم، ولكنها في الواقع والمضمون الحقيقي بعيدة كل البعد عن مظاهر الديمقراطية السياسية التمثيلية الحقيقية. مما كتبته في مقالات عدة أكدت بما لا يقطع مجالاً أو مكاناً للشك أن معاناة شعبنا العراقي حقيقية ومستدامة بكل معنى الكلمة، نظراً لكونها ذات أبعاد ومظاهر جيوسياسية، جيواقتصادية، مجتمعية، ثقافية وغيرها في مجملها، تؤكد على الضرورة الاستثنائية للالتزام بتوفير الخدمات العامة الأساسية. هذا من جهة، ومن جهة مكملة ضرورة الالتزام بطابع ومضمون الهوية العراقية الوطنية بعيداً عن كل الولاءات، الانتماءات والهويات الثانوية الفرعية. مسألة تطرقها الألسن والعبارات الرنانة وبعض ما يعرف بالتحليلات الأكاديمية في المقابلات الإعلامية الفضائية للساسة أو لما يعرف بالنخب المعنية من الخبراء والمستشارين بالشأن العراقي، في حين أن واقع الحال يؤكد استمرار اتباع نهج المحاصصة بكل مسمياتها الطائفية العرقية القومية القبلية والجهوية دون مراعاة أي رادع استراتيجي سياسي أو قيمي أخلاقي أو ديني، نظراً لأنها لا زالت توفر مساحات مهمة لتلبية مصالحها الفئوية المصلحية الخاصة على حساب المصلحة الوطنية الحقيقية، طالما فوائد عوائد النفط بنتيجة ارتفاع أسعاره لا توجد خريطة واضحة للعيان في كيفية الاستفادة الحقيقية منها. كشف تقرير دولي لموقع ريليف ويب عن تناقص مبالغ المساعدات الإنسانية إلى العراق في السنوات الأخيرة، مؤكداً أن الجهات المعنية تسعى إلى الحصول على 400 مليون دولار لسد نفقات 990 ألف نازح وعائد في عدة محافظات متضررة من الحرب في العراق. وأضاف التقرير أن مبالغ المساعدات الإنسانية في العراق تشهد تناقصاً سريعاً على مدى السنوات الأخيرة، وأشار إلى أن تلك المبالغ بعد أن وصلت إلى ذروتها في العام 2016 لتصل إلى 1,800,000,000 دولار خلال مرحلة تحرير الموصل، وتلت هذه المرحلة 4 سنوات متتالية من الإنفاق العالمي المتزايد، فإن حملة الاستجابة الإنسانية لعام 2021 لم تجمع سوى ما نسبته 63% من المبلغ المرصود، وتم تلقي 381 مليون دولار فقط.
الإنفاق الحالي غير كاف لمواصلة تقديم الخدمات في مخيمات النازحين، مبينا أن خطة الاستجابة الإنسانية واعتبارا من 31 من آيار 2022 تلقت 61 مليونا ونصف المليون دولار فقط من مجموع 400 مليون دولار مطلوبة لسد الاحتياجات الإنسانية لعام 2022، وهذا يشكل نسبة 15% فقط من المبلغ المطلوب. ويواصل التقرير أن العاملين على الإغاثة لعام 2022 يسعون لتحسين ظروف المعيشة غير الملائمة التي يعاني منها نزلاء المخيمات، وكذلك مواقع النزوح غير الرسمية ومناطق تجمع نازحين أخرى، فضلا عن توفير مساعدات إغاثة للمتضررين والذين هم بحاجة ماسة لمساعدات عاجلة وتقديم خدمات الحماية من المخاطر، بضمنها أولئك الذين يفتقرون إلى وثائق هويات الأحوال المدنية الضرورية. ونوه إلى أن أعداد العراقيين الذين يتطلبون مساعدات إنسانية قد تناقص من 11 مليون شخص كأعلى عدد خلال العام 2017 إلى حوالي 2,500,000 شخص في العام 2022. وشدد على أن الخدمات العامة الأخرى مثل الجانب التربوي والرعاية الصحية فهي غير متوفرة بشكل كامل. أما حيثما توجد خدمات عامة فإن فقدان وثائق هويات مدنية تحرم ما يقارب من 1,000,000 شخص على الأقل من هذه الخدمات. قال مدير مركز فينزبري بارك الإسلامي محمد كزبر إن الإسلاموفوبيا أسوأ اليوم منذ دعس متطرف مصلين بعد صلاة التراويح في المسجد قبل 5 أعوام، وأضاف أن المسلمين لا يشعروا بالأمان التام حتى تتعامل السلطات والشرطة مع هذه المشكلة بشكل جدي. وذكر في أثناء تصريحات نقلتها صحيفة الجارديان أن المشكلة التي نواجهها اليوم هي أن شيئا كبيرا لم يتغير في معالجة الإسلاموفوبيا، وحذر من أن كراهية الإسلام ازدادت في المنطقة. وعدت رئيسة الوزراء في حينه تيريزا ماي باتخاذ إجراءات والتحرك لمعالجة هذا المرض الذي يتسبب بالإسلاموفوبيا، ولكن 5 أعوام مضت وليس لدينا تعريف للإسلاموفوبيا. وأضاف كازبر أن وضع المسلمين في بريطانيا قد ساء بشكل كبير، مشيرا لما أسماه الإسلاموفوبيا الممأسسة من الحكومة وقطاعات من الإعلام، مؤكدا لا نزال نحن كمسلمين نشعر بآثار هذا الهجوم ولن نشعر بالأمان إلا حين تم التعامل مع الإسلاموفوبيا من السلطات والشرطة. وقالت ابنة علي روزينا أختر التي حضرت مناسبة تأبينية إنها كمسلمة تريد من كل شخص شجب التصرفات المعادية للإسلام التي لا تزال موجودة حتى تعالج بطريقة صحيحة. وتذكرت والدها كزوج محب وحنون وجد حريص وكان الجميع يحبونه، وقالت والدنا كان أولا وأخيرا من ألطف الناس الذين يمكن أن تقابلهم، وكانت البسمة لا تغادر وجهه إطلاقا ويحب المزاح في أي وقت ليضحك الناس. وتم نثر الورود على لوحة تذكارية: مكرم علي زوج وأب وجد محب لأعزائه ظريف وسيام. وحكم على أوزبورن بالسجن المؤبد عام 2018 بتهمة قتل علي ومحاولة قتل أشخاص آخرين. وقالت القاضية شيما غراب إن اختيار أوزبورن مهاجمة مجموعة من الناس ترتدي الزي الإسلامي يعكس أيديولوجية كراهية ضد المسلمين. قال المدير العام لمنظمة أصدقاء الأقصى إسماعيل باتيل إن العلاقات بين الهند والاحتلال الصهيوني في عهد حكومة حزب باجايا انتقلت إلى ما هو أبعد من المصالح الاقتصادية إلى التآزر الأيديولوجي اليميني المتطرف. وكذا باتيل في مقال نشره على موقع ميدل ستايل البريطاني أن الخيط المشترك الذي يوحد الاحتلال وحكومة حزب باجايا هو القومية اليمينية المتطرفة والتي تدعو إلى الأقصى إن لم يكن الطرد بحق جميع الآخرين الذين لا يتمسكون بالهوية الاقتصادية التي خصوا بها دولتهم. وأضاف أن توسع التحالف الهندي الإسرائيلي عبر السنين يتجاوز التعاون الاقتصادي، وقد وصل هذا الاشتراك في أساليب نفسها إلى في نفس الأساليب العنصرية والعنيفة، بينما يعمل كل طرف منهما على التستر على خطايا الآخر.
في عهد حكومة البي جي بي انتقلت العلاقات بين الهند وإسرائيل إلى ما هو أبعد من مجرد المصالح الاقتصادية، إلى التآزر الأيديولوجي، والخيط المشترك الذي يوحدهما هو القومية اليمينية المتطرفة والتي تدعو إلى الإقصاء إن لم يكن الطرد بحق جميع الآخرين الذين لا يتمسكون بالهوية الإقصائية التي خصوا بها دولتهم. وفي هذا السياق غدا شخص المسلم هدفاً للعنف في الهند، بينما تعتبر الدولة الإسرائيلية الفلسطينيين عقبة كؤود في طريق التوسع الاستعماري. أما القوميون الهندوس من أتباع حزب بي جي بي فيرون أن المسلمين يمثلون الشائبة التي تلوث الأمة الهندوسية النقية، فيما يعتبر فلسطنة المسلمين الهنود. لم يتورع الدبلوماسي الهندي سانديب تشاكرا فوتي صراحة عن الدعوة إلى تبني الأساليب الإسرائيلية، وكان في عام 2019 قد أكد على ضرورة أن يتبنى الهندوس الأنموذج الإسرائيلي في التعامل مع كشمير المحتلة من قبل الهند. ولذلك فليس مفاجئاً أن يستخدم الجيش الهندي في كشمير المدنيين كدروع بشرية تماماً كما تفعل إسرائيل في المناطق الفلسطينية المحتلة. وهذه الممارسة غير المشروعة تحظى بالتنديد الدولي، عندما أجازت الهند في عام 2019 تعديلاً على قانون الجنسية مانحة العفو عن المهاجرين غير الشرعيين من الدول المجاورة إن كانوا من غير المسلمين. أعلنت مجموعة حقوقية مناصرة لإسرائيل تسمى قفوا معنا عن دعمها للبي جي بي، وحظيت هذه الخطوة بتأييد القنصل الإسرائيلي في جنوب الهند دانا كورش، التي قالت إن الهند بلد يتمتع بالسيادة وله الحق في إجراء التعديل. نشر صحيفة نيويورك تايمز تحقيقها في قتل الصحفية شيرين أبو عقل بعنوان مقتل شيرين أبو عقل ملاحقة رصاصة إلى القافلة العسكرية الإسرائيلية. قد شارك في إعداد هذا التحقيق كل من رجاء عبد الرحيم، باتريك كيمزلي، كريستيان تريبريت، ووهبة يزبك، ومقطع مصور أيضا من إعداد فيل روبيرو. قالوا فيه أن تحقيق نيويورك تايمز وجد أن الرصاصة التي قتلت الصحافية الفلسطينية الأمريكية انطلقت من موقع تقريبي لسيارة عسكرية إسرائيلية. بدأوا التحقيق بالقول ظن الصحفيون أنهم بمأمن، وعلى بعد عدد من الشوارع توقفت معركة بين جنود الإسرائيليين ورجال فلسطينيين. وعلى أمل مقابلة شهود نزلت مجموعة الصحفيين نحو الشارع والقافلة العسكرية الإسرائيلية، وكان من بينهم أبو عاقلة المراسلة الفلسطينية الأمريكية المخضرمة. وفجأة انطلقت 6 رصاصات باتجاههم وتفرقوا بحثا عن غطاء، وجلست أبو عاقلة القرفصاء بجانب شجرة خروب، ثم انطلقت 7 رصاصات أخرى. صرخ سليم عواد أحد المارة: هل جرح أحد؟ وقبل أن يشاهد أبو عاقلة ملقاة ووجهها باتجاه الأرض صرخ شيرين شيرين، بعدما تعرف على الصحفية المعروفة: يا رجل شيرين. ويقول المسؤولون الفلسطينيون إن أبو عاقلة قتلت عمداً في صباح 11 من آيار مايو بمدينة جنين في الضفة الغربية برصاصة جندي إسرائيلي. ورجعت الصحيفة الأدلة وكشفت أنه لم يكن هناك أي مسلح فلسطيني قرب المكان الذي قتلت فيه، بشكل يناقض المزاعم الإسرائيلية تماماً بأن الجندي الذي قد يكون قتلها خطأً لأنه كان يصوب باتجاه مسلح فلسطيني. وكشف تحقيق نيويورك تايمز عن إطلاق 16 رصاصة من موقع القافلة العسكرية الإسرائيلية، وخلافاً للمزاعم الإسرائيلية من أن عدد الرصاصات المنطلقة باتجاه الصحفيين هي 5. ولم تعثر الصحيفة على أدلة تظهر أن مطلق النار كان يعرف أبو عاقلة واستهدفها شخصياً. في ظل استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا تبقى التساؤلات مطروحة عن مآلات تلك الحرب ومصيرها وآثارها، ليس على دولتين فحسب وإنما على العالم بأسره.
خصوصا مع تزايد الحديث دوليا عن انزلاق الحرب لتكون حربا عالمية، وذلك في أثناء تقرير نشرته مجلة ذا سبكتيتور البريطانية، ذكرت فيه أنه بعد الإخفاق الحاسم لمحاولة روسيا الإطاحة بحكومة أوكرانيا بالاستيلاء على كييف وخاركيف ومدن رئيسة أخرى، قامت روسيا بتكثيف قواتها المستفزة في إقليم دونباس ووضعت لنفسها أهدافا محدودة للغاية. بقي النصر الأكثر بروزا لروسيا صغيرا ولكن ذو أهمية، وهو الاستيلاء على بلدة بوباسنا والأراضي المرتفعة المحيطة التي تطل على طرق الإمداد الرئيسة المؤدية إلى مدينة سيفرو دونيتسك، حيث تشير المجلة إلى أن روسيا تتقدم ببطء في دونباس، ولكن يجب فهم تقدمها كجزء من السياق الأوسع للحرب كلها. أوضحت المجلة أنه منذ بداية الغزو ألحقت القوات الأوكرانية خسائر فادحة بالقوات البرية الروسية، حيث قتل ما يقرب من 18 ألف إلى 20 ألف جندي في القتال. ولفتت المجلة إلى أنه نتيجة لهذه الخسائر كافحت روسيا لتحقيق نجاحات أكبر خلال المرحلة الثانية من الحرب، لذا شهدت حملة دونباس انخفاضاً ثابتاً في أهداف الحرب الروسية، كما فشلت محاولات تطويق أو اقتحام مدن دونيتسك أو بلاست، مشيرة إلى أن الجيش الروسي يركز الآن بشكل حصري على الاستيلاء على المدينة التي تدافع عنها أوكرانيا في لوهانسك أو بلاست سيفيو رودونيتسك. من ناحية أخرى، أكدت المجلة أنه لا يزال لدى روسيا قوة نارية هائلة لتمزيق دفاعات أوكرانيا في مواقع محددة مع الوقت والذخيرة الكافية، ونتيجة لذلك ومع تركيز عملياتها الهجومية الآن عبر منطقة ضيقة جدا لخط المواجهة، تستفيد روسيا بالكامل من قوتها المدفعية لسحق المواقع الدفاعية الأوكرانية الفردية واحدة تلو الأخرى، مبينة أن هذا النهج في غاية الصعوبة بالنسبة لأوكرانيا كي تقاومه بشكل فعال، لأن روسيا لديها قوة مدفعية أكبر بكثير ومخزون ذخيرة أكبر بكثير، ويتوجب على القوات الأوكرانية البقاء في مواقع تحت القصف من أجل الاحتفاظ بها. لذا كانت روسيا تحرز تقدما مستمرا خلال الأسابيع القليلة الماضية حول سيفيرو دونيتسك، حيث تتقدم لمسافة كيلومتر واحد يومياً في بعض المناطق. طرح صحيفة أوبزيرفر البريطانية تساؤلات بشأن ما وراء خوف شركة جوجل من فكرة وجود روبوت له مشاعر، بعد أن كشف أحد مهندسي الشركة عن وجود روبوت كهذا يجري تطويره. وذكر الصحيفة أنه على مدار العقد الماضي عمل باحثو تطوير روبوتات الذين يعملون أو يعمل معظمهم في كبريات شركة التكنولوجيا على دحض فكرة وجود أجسام تتواصل مع البشر. وعلى سبيل المثال، فإن معمل أوبن للذكاء الصناعي الموجود في سان فرانسيسكو كشف عن تقنية حاسوبية تستطيع أن تنتج نصاً باللغة الإنجليزية. وفي السادس من حزيران يونيو الماضي، قررت شركة جوجل فرض إجازة إجبارية مدفوعة الأجر على المهندس لديها يدعى بليك لاموين، بعدما نشر نص حوار مع روبوت قال إنه لديه مشاعر طفل في الثامنة من العمر. هذه مجموعة مختارة مشاهدينا من الرسوم الكاريكاتيرية.
بهذا مشاهدينا تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم في صدى الأقلام الرافدين. إلى اللقاء.